حياكم الله جميعا في هذا البث المبارك بكم دوما. هذا أخوكم مدرب التنمية البشرية وتطوير الذات والمستشار الأسري هاني الحمدان. طبعا البث اليوم حيكون بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة حيكون في نقاش جميل عن الزوج والزوجة، ما لهما وما عليهما. اللي معانا متزوجين ولا لا؟ هذا نجاح تقول لا، شكلها كده تقول لا. ليه بس كده علامة على تحت؟ مع الزواج حلو ترى، أبغى كل واحد متزوج يجيب زوجته وتسمع الكلام، وكل واحدة متزوجة تحاول تخلي زوجها يسمع الكلام اللي بقوله. طبعا نبدأ بالنقاش، بس نبغى نحط عهد بيننا وبين بعض إنه نكون صادقين، نكون صادقين مع أنفسنا وفي إجاباتنا في هذا النقاش. لازم ناخذ عهد على هذا الأمر، موافقين؟ يعني نبتعد عن الإجابات المثالية اللي زايدة عن الحد، اللي غير منطقية، أو الإجابات المثالية متعارف عليها. لا، نبغى إجابات إحنا نعيشها فعلا. طيب سؤال الآن، ما رأيكم في الزواج؟ الإجابة طبعا خلي العزاب السنجل على جنب. ما رأي المتزوجين في الزواج؟ قلنا نكون صادقين، إجابات دبلوماسية نبتعد عنها، إجابات واقعية من واقع الحياة، نعمة من ربنا. ما رأي المتزوجين في الزواج؟ هذا سؤالي، حلو ولا مو حلو؟ جميل ولا ما هو جميل؟ منطقي وعاطفي ولا عكس ذلك؟ ممتاز يا استاذ، اجابه رائعه، لكن هذا واقع ولا اجابه دبلوماسيه عامه؟ اجابه منطقيه واجابه عجبتني حق الاستاذه زيون، هي تقول انه مو هو اللي كنت اتمناه، يعني الزواج مو الرجل، الرجل ممكن يكون كويس. إنها فريضة مؤكدة على كل مسلم. لا، إحنا قلنا يا أستاذة ماريا نبتعد عن الإجابات الدبلوماسية من الواقع الافتراضي. لا، نبغى من الواقع الحي، من الواقع الحي. الزواج حلو ولا مو حلو؟ راح أدخل معاكم الآن في الموضوع مباشرة. الزواج زي ما قالوا الأخوات هو استقرار، هو فريضة. لا، نقدر نقول فريضة لا، يعني اللي ما يتزوج هذا إنسان يعني عمل شيء محرم. لا، جميل جميل. طيب أنا أبغى الأزواج الآن، مو الزوجات، الأزواج يسمعوا الكلام اللي بقول ثم ننتقل للزوجات. أرجع معايا يا رجل بالماضي، يوم ما رحت تقدم وافقوا عليه، يعني راح تتقدم عند عائلة تخطب بنتهم، وافقوا عليك. أسأل نفسك سؤال واحد، ليش لما راح تتقدم وافقوا علي؟ وافقوا إنه أرتبط في بنتهم بالشرع، لماذا وافقوا؟ ليش وافقوا؟ لما رحت وتقدمت يا حبيبي أيها الزوج الجميل الرائع، وافقوا عليك لماذا؟ لأنهم وجدوا أنهم أمام رجل وليس ذكر، هناك فرق. وافقوا لأنهم أمام رجل، يحسبوك والله حسيبك أنك رجل أمامهم، ستحافظ على هذه البنت، ستعيش معها في حياة سعيدة. يشوبها بعض المشاكل، وهذه في بيوت الأنبياء حصلت المشاكل طبعا، لكن مو بشكل عام. وضعوا يدهم في يدك لأنك رجل أمامهم، أعطوك أمانة وتعتبر أغلى أمانة، أغلى أمانة لديهم وهي بنتهم، شرفهم عفتهم سلموك إياه وقالوا خذ انطلق. البنت هذه الحين خلصنا من الأهل، البنت ما سألت نفسك سؤال،
ليش هذه الفتاة من بين ملايين الرجال في العالم اختارتني أنا؟ مال قلبها لي، لماذا؟ الله سخرك لها وسخرها لك. لازم الزوجات الآن يعرفوا أمر مهم. أسأل زوجتك أو خلي أحد يسألها، لأنه لو سألت أنت ما حتقول الإجابة الصحيحة ممكن بنسبة كبيرة. سؤال للزوجات الآن وأنتم معايا يا زوجات، لو عاد بكم الزمن للوراء وتقدم لك نفس الشخص، راح توافقي عليه؟ إجابات صحيحة. لو تقدم لك عاد الزمان لما قبل الزواج وتقدم لك نفس الزوج اللي انت معاه الان، راح توافقي عليه؟ يلا يا زوجات. والله الاستاذه ماريا تقول لا. طب البقيه، انا الشجاعه والله تعجبني، شجاعه الشخص في الرد يعني تريحني كثير، انه فعلا معايا هنا ناس يبغوا يستفيدوا فعلا. استاذه زيون تقول لا. والله الله شكل الموضوع اتطور. البقية طيب ماذا يقولون؟ مجاد تقول لا. والله من جد شكل الموضوع كبير. هذه المحصلة أو هذه الحصيلة اللي أنا أبغى أوصلها للأزواج، إذا زوجتك قالت راح أختاره هو، فأنت فعلا رجل معها، رجل معها وليس عليها. ها في فرق. والله هذه المشكلة، أنه الكل يقول لا. يا رجل، يا أيها الزوجة الجميلة الرائع، أجلس معايا جلسة كده صفاء ذهن، صفي ذهنك من كل الشوائب وركز معايا فقط. بنت اختارتك من دون كل الرجال، فضلتك على كل الرجال، عاشت معك، ما حد كشف سترها إلا أنت. أبوها وهو أبوها ما نام معاها على فراش واحد في هذا العمر. أخوانها أشقائها ما ناموا معاها على فراش واحد. مفاتنها ما أظهرتها إلا لك أنت فقط. إيش تبغى أكثر من كده؟ تخطئ؟ أخطأت الزوجة؟ طيب شيء طبيعي، شيء طبيعي، ما جاب الذيب من ذيبه. أنت بتخطي وأنا بخطي، كل العالم بيخطئ. أما خطأ الزوجة لا، لا يغتفر. ليه ما يغتفر يا أخي؟ في أكثر، في أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع عائشة رضي الله عنه وأرضاه ورفعت صوتها عليه. عائشة بينه وبين النبي سنين ضوئية في العمر، وهو سيد ولد آدم ورسول الله، رفعت صوتها عليه. وكان أبو بكر قريب يريد أن يدخل بيت النبي، طبعا ما في أحد إلا النبي عليه الصلاة، صاحبه وبنته عائشة، فسمع صوت عائشة يعلو على النبي فاستأذن ودخل وهم أن يضرب عائشة. تعلي صوتك على رسول الله. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة، وقف كذا في النص بينهم يدافع عنها. مخطئة، أمي وأمك عائشة مخطئة. جميل، أخطأ. فهم أبو بكر الصديق الرسالة وغادر، خلاص فهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، من الغلطان الآن؟ من المخطئ الآن؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك التفت لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أرأيت كيف منعت عنك هذا الرجل؟ يا أخي، الله سبحانه وتعالى وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. لو واحد فينا الآن
حصل مع الموقف هذا، تعلين صوتك علي يا بنت، ويقعد يجيب عبارات وهذا. وممكن انا والله العظيم تتواصل معايا احدى الاخوات لحد اليومين هذا، بينها وبين زوجها داحس والغضب، حرب ضروس، مو بالكلام، يعني يمد يدهم على بعض، هو يرميها بشيء هي ترد عليه، هو يمسك شعرها هي تعضه. تخيلوا، تخيلوا الحياة ذيك. آخر ما توصلوا إليها الآن، راحت هي عند أهلها وطلبت الخلع، خلاص، لأنه الله قال في القرآن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يا تمسكها بمعروف يا تسرحها بإحسان. الله ما أعطاك خيارات، ما أعطاك خيارات إلا هذه الاثنين بس. أنت تقدري تصبري لك الأجر العظيم عند الله، ما قدرتي لا من حقك، والله ما أقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المرأة تكوينها عاطفي عكس الرجل تكوينه عقلاني، يعني المفروض يا رجل يا زوج يا حبيب يا عسل، جيت البيت في يوم من الأيام ما لقيت غدا، نايم الحرمة نامت، لاحظ قاعد أقول نامت مو خرجت من البيت، نايمة، جيت من العمل خير يا طير ما لقيت غدا، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ راح تموت جوع؟ أنا بقول لك حل بسيط، صحيها من النوم، السلام عليكم كيفك؟ ما سويتوا غدا اليوم؟ لا والله حبيبي راحت علي نومة. قاعد تقول لك راحت علي نومة، هل أنت زوجتك عشيرتك بتشك فيها إنه نامت تعمدا إنها ما تعمل لك أكل؟ يا رجل يا عقلاني، مستحيل رجل عقلاني عاقل يفكر بهذا التفكير، مستحيل، راحت عليه نومة، يعني في شيء منعها إنها تؤدي واجب أو تؤدي أو تقوم تسوي لك أكل. في الحالة هذه شو تسوي؟ تعبان؟ لا ما أنت تعبان، مرهق؟ لا ما أنت مرهق، حتى وإن كنت مرهق تقدر تطلع من البيت وتشغل سيارتك، مو مريض أنت، مو مغمى عليك، شغل سيارتك على أقرب مطعم بخاري ولا مندي ولا اللي يكون لك كلها. سؤال الآن، لما أنت يا زوج يا عاقل لما تقوم بهذه الحركة إيش شعورها هي؟ أباكم تجاوبوني أنتوا يا النساء مو الرجال، أنتوا النساء، لو زوجك عمل معاك الحركة قومي يا شيخ نوم العوافي إن شاء الله، قومي أنا عازمك على غدا، جاهزي انت وقوم توضي وصلي عبال ما اجيب غد وجه. شعوركم يا معشر النساء في الموقف هذا ايش هو؟ انا كلامي موجه للازواج الان، ما وصلت لكم انت، كلامي للازواج، لكن ابغى شعوركم الان انتم يا معشر النساء لما زوجك يسوي لك يزيد حبه. طيب غيره، غير ثاني يزيد حبه، الموضوع ما اخذ منك تسافر، ولا اخذ منك انك تروح مسافات طويله، ولا اخذ منك انك تروح على رجولك مشي، لا لا كلها دقيقتين، مستحيل يعني اذا كان في ساكن في حي اكيد في مطاعم عندك قريبه ما تاخذ دقيقتين بالسياره، صح ولا لا؟ طيب زاد حبه، غير زياده الحب، سؤال لمعشر النساء، هل هذا الموقف ما راح يخليك تكوني حريصة بعد كده انك تقومي قبل ما يجي زوجك وتسوي الغداء؟ راح يصير هذا الشيء ولا لا؟ حيخليك تستحي انت اصلا، يا الله، يعني بدال ما يكون جاي من العمل تعبان ومتضايق ومهموم وهذا ومرهق ويجي في النهاية حصلني نايمة، وفوق هذا كله أكرمني قال لي قومي صح النوم حبيبتي، وراح جاب غدا هو وجاب لا وأكلها بيدك. أنا عني أنا هاني الحمد لله،
والذي رفعها سبع في أوقات كثيرة وأمام أبنائنا، عندي أبناء كبار اللي في الجامعة واللي في كلية الضباط واللي والله إن أكلها بيدي، أنا أكل زوجتي بيدي تفضلي أمام أولادي. كلام جميل ما يمنعك يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أوامر، مو رجاء، أعطانا أوامر بالنسبة للنساء. لا يفرق منكم مؤمن مؤمنة، شوفوا هذا الكلام، أشكر ربي على هذا الزوج أصبح ملتزمة، أيوة جميل. لا يفرق منكم مؤمن، يا معشر الرجال اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مو كلام هاني الحمدان، لا يفرق منكم مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق رضي منها آخر، كرهت فيها صفة بس فيها صفات حلوة ثانية، لا تعقد الأمور أنت عقلاني. لكن أنا أرجع البيت زعلان ومعصب، يا أخي بيتك ما له دخل في عصبية، أدخل بيتك على رواقة وأقعد في مكان، بيتك خط أحمر، اللي يصير خارج بيتك حطه خارج بيتك وأدخل، ما قدرت انعزل، ادخل بيتك وانعزل عن الناس، انعزل، ها انعزل. جات زوجتك بكل حب، لا تصارخ، بكل ود، معلش خليني لوحدي شويه، ابغى اقعد مع نفسي شويه. اذا قال لك الرساله هذه اترك اللقافه يا زوجه، اترك اللقافه ها واطلعي واقفلي الباب. حاضر حاضر. بيهدأ دقائق معدودة بيهدأ وبيقوم هو يجيب، لكن لا أحب بالله يشفي إيش صار معاك، الله عبارات تخليه يعني عنده خبرة سلبية صادفها قبل شوي بتخليها تشتغل داخله تولد الانفعال والعصبية أنت في غنى عن هذا كله، خليه واطلع دقائق وبيطلع هو لوحده، ما حيقعد 4 سنين في عزلة، صح ولا لا؟ جيت في يوم من الأيام الحرمة والله أكلتك، غسلت لك ملابسك، ربت عيالك، نظفت بيتك، سوت كل الأمور هذه، تعال يا أخي في يوم من الأيام أستخدم معاها تقنية جميلة من مهارات الإقناع بالإيحاء، اسمها تقنية عامل الرغبة والإمكان. أحد قد سمع عنها؟ قد سمعت عن تقنية عامل الرغبة والإمكان؟ عامل الرغبة والإمكان هذه مهارة من مهارات الإقناع بالإيحاء، سمعت عنها؟ من سمع عنها؟ أو من ما سمع؟ عشان أقول لكم هي، راح أقول لكم اليوم مهارتين جميلة تستخدموها مع الأزواج، سواء الزوجات مع الأزواج أو الأزواج مع الزوجات، مهارات جميلة. نعم والله لو الرجال طبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا والله لو النساء طبقوا هدي أمهات المؤمنين وطبقوا هدي النبي راح تكون البيوت عامرة. لا الخطأ وارد من الجنسين مو من جنس واحد. طيب المهارة هذه اللي هي عامل الرغبة والإمكان أخواننا في الشام استخدموها باستمرار وبدون ما يدروا أنها مهارة. أرجع وأقول المهارة هذه استخدموها أخواننا في الشام بكثرة وبدون وعي أنها مهارة، لها تأثير جميل. الآن لو جيت أنا عندكم هاني الحمدان جاء عندكم قاعدين كلنا كده في صيوان كبير أو مجلس كبير، كل اللي حاضرين الآن جالسين ومجتمعين، جيت قلت لكم شكلكم كذا أو أشكالكم تقول إنكم تبغوا تسافروا أو تبغونا نطلع البحر، ردكم إيش هو؟ ما هو ردكم على هذا الكلام؟ لو جيت وقلت لكم هي الآن، ها يا أحبتي
ما رأيكم؟ مو ما رأيكم، ما ردكم علي أنا؟ هاني شافكم مجتمعين، جاء قال لكم شكلكم كذا تبغوا تسافروا أو تبغون أن نطلع نتمشى في البحر. فكرة حلوة، نروح، جميل، أيوة نخرج، يلا نروح، ماشي. طيب ما سألتوا أنفسكم سؤال؟ هي لما أنا قلتها هي رغبتي ولا رغبتكم أنتم؟ رغبتي ولا رغبتكم؟ أنت ترغب في أخذنا نتفسح. أنا دخلت عليكم الآن أنتم مجتمعين، دخلت عليكم قلت لكم وجيهكم أو وجهكم أو وجيهكم تقول إنكم تبغون نروح البحر، هي رغبة الجميع أمامكم صح؟ لا، هي في الأساس رغبتي أنا. مين اللي عرض عليكم الفكرة؟ لكن أنا نقلت عامل الرغبة والإمكان مني أنا لكم أنتم. يعني خلينا أجيبها بشكل آخر. جاء الزوج عند زوجته، يا أحمد أمين ويا علاء ركزوا، ها أنا أنا شايف غيركم هنا موجودين. رحت البيت قابلت المدام أم العيال، دخلت وسلمت وقعدت وأكلت كل شيء، الأمور تمام التمام. جيت قلت لها والله شكلك كذا بيقول إنك عاوزة اليوم تروح السوق. أنت كونك عرفتها فهي في الأساس رغبتك، رغبتك أنت يا القائل، لكن أنت نقلت عامل الرغبة هذا اللي فيك نقلته لهذه الزوجة. فتقول لك إيه والله أبغى أروح أتمشى ولا بروح السوق، والله بعد كم يوم إيش رأيك نروح البحر؟ شكلك، لا مو إيش رأيك، شكلك كده يقول تروحي البحر، إي والله نبغى نطلع نتفسح في البحر. فتلاقيها بينها وبين نفسها إيش هذا الزوج؟ ما هذا الزوج الذي كل شيء على رغبتي أنا؟ وهي ما هي عارفة، يا غافل لك الله، ما هي عارفة إنه الرغبة في الأساس رغبته. فتلاقيها تتمسك في هذا الزوج لأنه هي فكرتها هذا الزوج ما في زي، كل شيء على رغبتي أنا، كل شيء على رغبتي أنا. والزوجة أيضا تتعامل بهذه المهارة، تتعامل بهذه المهارة مع الزوج، وهو يقول يا الله يا الزوجة ما تسوي شيء إلا برغبتي يا أخي، ونعم الزوجة. مهارة جميلة اسمها عامل الرغبة والإمكان، يا أزواج استخدموها مع الزوجات. شكلك يقول انك تبغى دحين، انت قابلت زوجك قاعد في الصاله ماسك الجوال وانت مشتهيه حلا حلا اكل، شكلك كذا مروق نفسك في يا كيك يا بسبوسه صح ولا لا؟ بيطالع فيك يا الله والله بمتع، والله انك صادق، والله اني ابغى حلا، وانت في الاساس هي رغبتك. تسلم ايدك مقدما حبيبتي، شكلك يقول تبغى معاها قهوة. لا 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 كذا كثير، حيقرب مني القلب، حيميل اكثر مما قبل بعبارات بسيطة سهلة الاستخدام. لا تاخذنا العزة والانفة، لا يا شيخ انا كيف اسوي كذا، انا رجل كبير ولا انا حرمة كبيرة عيب. الامر بسيط، اتنازل أتنازل كما أتنازل سيد ولد آدم اللي أشرف مني ومنك. في مهارة ثانية اسمها الأضداد الزوجية، الأضداد الزوجية الضد. طبعا أنا لما أبغى أوصل فكرة لشخص قاعد أتكلم معاه الآن وأبغى أخير بين أمرين عكس بعض، أقدم الضد السلبي اللي أنا ما أبغاه. يعني
انت يا الزوجة رحت عند زوجك شفتيه مروق شوية، والله حبيبي وإذا ودك تخلينا اليوم في البيت، وإذا ودك توديني وانت خارج العصر عند بيت أهلي. انت قدمتي الضد السلبي اللي انت ما تبغيه، وبعده وديني عند بيت أهلي الإيجابي اللي انت تبغيه، واتركي حتلاقيه بعد شوية يجي يقول لك خلاص خليكم جاهزين الساعة 4، أنا خارج أوديكم معي بقدرة قادر. طيب إيش اللي حصل؟ الضد السلبي بياخذ العقل الواعي. لما أنا أتكلم معاكم الآن مباشر وأعطيكم عقلكم الواعي مركز معايا، فلما أعطيه خيارين الأول حيروح للعقل الواعي يفكر فيه، لما نقول له الخيار الثاني أو الضد الثاني ايش اللي بيصير؟ ما عنده مجال، الرجل بالذات صندوقي، المرأة عن عنكبوتية، يعني ممكن تلاقي المرأة تغسل مواعين وتكلم جوال وقاعد ترضع كلها سوا، ما عندها مشكلة، صح ولا مو صح؟ يا معشر النساء الكلام صحيح ولا خطأ؟ فالرجل بالذات حينشغل في تخلينا في البيت محبوسين، لما تقول له او توديني عند اهلي مباشره توديني عند اهلي حيروح للعقل الباطن، وهذا اللي يهمني، لان الرجل والمراه يتعاملون بالخبرات الموجوده في العقل الباطن وليس بالعقل الواعي، ومذكوره في القران قبل ما اقول لكم الله قالها، فان مع العسر الضد السلبي يسرى، الضد الإيجابي وعادها، إن مع العسر ضد السلبي يسرى ضد الإيجابي. في آية أخرى فألهمها فجورها ضد السلبي وتقواها، فقال في آية أخرى فألهمها فجورها وتقواها، قال شاعر ضاقت ضد السلبي فلما استحكمت حلقاتها فرجت ضد الإيجابي. دائما الضد الإيجابي نخليه في النهاية أو الأخير مو في الأول، يعني مو تقولي له إذا ودك والله تودينا عند أهل العصر أو تخليني قاعدة في البيت، لا خليكي قاعدة في البيت يا أختي، خذي الرد من هاني الحمدان خليكي قاعدة في البيت. وقال شاعر آخر اشتدي أزمة تنفرجي، كلها ضد السلبي في الأول. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لك أيها الزوج استوصوا بالنساء خيرا، هذا أمر نبوي، لا تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وتترك أشياء. يا أخي كن رجلا لها لا عليها، ذكر هذه المقولة، أنا اليوم حي بكرة ميت، أتذكر المقولة اللي قاعد أقول لك، هي كن رجلا لها لا عليها. البنت هذه تركت أبوها وأخوانها وأمها، تركت بيت عاشت فيه 20 22 25 سنة عشان تروح معاك أنت وتعيش معاك أنت وتكون معاك أنت الأسرة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أرفق بالمرأة، لا تخلي أحد يناديك يا لئيم، ما حتقبلها، بس لما يقولها لك محمد صلى الله عليه وسلم ويل لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكرمهن إلا كريم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك كريم فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ إنه علاء الجابري أو أحمد أمين أو فلان الفلاني كريم عند الله مكتوب، لأنه مو كلامه، كلام النبي، أكرمت المرأة هذه زوجتي فأنا كريم، وما أهانهن إلا اللئيم. أنا قاعد أستاذة وفاء أتكلم الآن عن سلوكيات الزوج مع زوجته، أرجع وأعيد الكلام اللي قلته، ما كشف سترها إلا أنت،
مستعدة هذه البنت تتغطى عن البيت كله حتى عن أقرب الناس لها، أقصد في اللبس يعني، عن أخوانها، عن أبوها، عن أمها، عن أخواتها حتى ممكن، بس عنك أنت لا، ما تتغطى. وبالعكس بتكون قدامك في كامل جرأتها، عيالك أنت بتروح الدوام وهي مع الأولاد، أنت دوامك 8 ساعات 10 ساعات، هي دوامها 24 ساعة، والله العظيم دوامها 24 ساعة، وأنا أحلف بالله. لو عندك أطفال صغار، هل متوقع إنه هذه الزوجة ممكن تنام النوم المريحة لها 8 ساعات أو 10 ساعات؟ تتوقع؟ على أهبة الاستعداد، ممكن في أي لحظة تفز. غير الأطفال، البيت قاعد تنظف لك، هو قاعد تربي أولادك، قاعد تسوي لك أكل وتطبخ لك أكل، وقاعدة مفرغة نفسها فوق هذا كله للفراش يا حبيبي. 24 ساعة قاعدة تداوم يا أبو 10 ساعات و8 ساعات. تقول شيء؟ انتبه، خلي يكتب عند الله في اللوح فوق كريم، هذا الرجل وصفه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كريم، لا تخليهم يكتبوا الملائكة لئيم. ركز، الزوجة والله عاطفية وبكلمة، مو الرجل، بكلمة الزوجة طلعها فوق السماء وتنزلها تحت الأرض بكلمة. شفتها تزعق في يوم من الأيام عصبي، طب يا أخي المرأة تجيها أوقات في الشهر يا حبيبي الكريم ويا الزوج العزيز، تجيها أوقات في الشهر انفعالات فسيولوجية بسبب أمور تحصل معها، ولا ما عندك خبر عن هذا الشيء؟ شفتها في يوم تزعق يا اخي، لا تسوي رجال، هي عارفه انك انت رجال، هي عارفه انك انت رجال، لا تثبت لها رجولتك. شفتها في يوم علت صوتها عليك، ابتسم في وجهها، التمس لها العذر. واحده قايمه شهور وسنين تربي اولادي وتنظف وتسوي وتفعل وما تنام تقوم في نص الليل مع الطفل الفلاني، جات في يوم زعلت، اجي انا اسوي فيها الزير سالم؟ ليه؟ ليه؟ ابتسم في وجهها، معاكي حق، والله عندك حق، بس بقول لك حاجه، والله الزعل مو حلو عليك، والله وجهك مو حلو، الضحكه عليك حلو، كلمتين زي هذه. انا اسالكم انتم الان يا معشر النساء، لو زوجك أثناء انفعالك أعطاك هذه الجملة، شعورك ومشاعرك اللحظية وقتها، لا حاليا المشكلة في الزوج، بعد شوية راح أدخل للزوجة يعني، مو بس الزوج كمان، لا اعدلوا. طيب ايش شعورك أيتها الزوجة لما تكوني أنت في قمة انفعالك وزوجك يبتسم لك يقول لك معاك حق، بس والله الزعل مو حلو عليك، ايش شعورك؟ الغضب والانفعال اللي انت فيه بيكون بنفس المستوى؟ بامانه يا معشر النساء جاوبوني على السؤال، لو زوجك وانت منفعله وقاعده تعلي صوتك واعطاك العبارتين هذه، ايش شعورك؟ هل مستوى الانفعال والغضب والعصبية عندك بيفضل كما هو ولا بيقل؟ أم جات تقول راح أفرح، مع أنك قبل شوية كنت في قمة العصبية وفي قمة الانفعال، شفت يا الزوج يا الحلو أنت يا قمر، شفت الانفعال وشفت ردة فعلك كيف تأثر في هذه الزوجة بكلمة؟
لا تثبت رجولتك بانك تعلي صوتك او تسب او تمد يدك، هذه مو رجوله. ما هي رجوله؟ انا اقول لك ليش. اللي ما سواه محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر مو رجوله. هو قال اضربوهم، لكن يقصد على الضرب الغير مبرح، براحه اليد بشويش، ولا تضرب على الوجه، على الوجه لا تقرب، لطم الوجه هذا امر الله نهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لا تضرب، لا تضرب يا مسلم، على قول صاحبنا لا تقتل المتعه يا مسلم. امر بسيط، امر بكل هدوء، كن عقلاني، شفتها منفعله اهدى انت يا اخي، خصوصا انه امام الاطفال، امام الابناء حتى لو كانوا كبار. معليش معليش حبيبي، معليش حبيبي، والله انه عندك حق واني اعرف، حتى وان الموضوع ما يخصك اصلا وهي تعلي صوتها عليك، خذ، ما حينقص منك شيء يا رجل، تحمل اتحمل، تراها تحملت سنين طوال، تحملت اولادك، تحملتك على الفراش، تحملت الاكل، تحملت البيت، تحملت كل شيء على راسك، وانت حضرتك الدنجوان عصرك، اجي من العمل ابغى الغداء جاهز، اتغدى اخش انام بكيفي، اي يوم هي يومها مو بكيفها يا حبيبي، يومها مو بكيفها، فارفق بها، ارفق بها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما كانوا عنده جمع من الصحابة في بيته، وكان في بيت صفية، عفوا كان في بيت عائشة، فسمعت صفية بنت حيي اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، سمعت أن النبي في بيت عائشة وعنده ضيوف، عنده الصحابة، إيش سوت؟ أرسلت صحفة فيها أكل، يعني ضيوف مهما كان، فعلمت عائشة أن هذه الصحفة من صفية، فرمت الصحفة في الأرض فيها أكل. أسألكم بالله يا أحمد أمين ويا علاء ويا أي رجل معانا في هذا البث المبارك، لو حصل معاك الموقف هذا ما هو رد الفعل منك؟ أنا أعترف والله 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 وأتحملها أمام الله إن المرأة تتحمل أضعاف مضاعفة ما يتحمله الرجل، رجل رجلا، لكن الحق يقال. تخيل أنت يا رجل الطفل الصغير رضيع قاعد يبكي، كم أقصى حد ممكن تشيله في يدك؟ ساعة؟ ساعتين؟ ما بالك أيام ولا ليالي، أيام وسنين، مو أيام وليالي قاعد تشيله، وبكل حب هذا هو ابنك، ما تتحمل الوقت هذا كله، صح ولا مو صح الكلام؟ أرفق أرفق. جاي حضرتك يا أبو كرش، يا عارفين أنك أنت رب البيت، عارفين، لكن والله دورك ما هو زي دور الأم، الزوجة قصدي، والله مهما سويت ما في زي دور الزوجة في البيت والأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، خلاك في الأخير. ليش؟ أنه عارف دور الزوجة شو. بعطيكم مثال، عندي أطفال وأنا وأمهم عايشين، أنا سافرت رحت عمل أسبوع أسبوعين، بيفتقدوني أولادي، لكن بيكملوا حياتهم طبيعي، الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ لكن تخيل أنه الأم زعلانة عن بيت أهلها أسبوع أسبوعين، مشاعر الأطفال هي نفس المشاعر لما نغيبنا، أو مشاعر الأبناء بشكل عام، صح 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 يا علاء، صح، وأتفق معاك هي لها دور، لكن الوقت داهمنا. أنا بخلي لكم الحلقة دي والخميس عن الزوجة، موافقين؟ أنا ناويكم اليوم يا معشر الرجال.
ناويكم ناويكم، لأنه فعلا 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 الحق يقال. الزوجة تأثيرها، يمكن أنت عمود من عمدان البيت، الرجل الأب، البيت انهد، البيت يضيع، البيت يطيح. ما هو الأطفال، الزوج يفتقد الزوجة أكثر من الزوج. عندك الآن فرصة أيها الزوج، عندك فرصة، عندك فرصة الآن أن تدرك ما يمكن إدراكه، أن تصلح ما فات. إذا أنت قاعد مع زوجتك قوم أعزمها، لا تخرجها، جيب أكل من برا، جيب شمعتين، ترى الموضوع بسيط. الله الله يخليك، الله لا يحرمني منك، بسيطة، عبارات بسيطة بس مردودها قوي جدا على الأم. اكسب زوجتك، اقعد قبل ما تروح لها، اقعد بينك وبين نفسك، شوف ايش سوت هذه الزوجة في وجودك وفي غيابك، معك ومع ابنائك ومعهم وفي بيتك وفي بيتك ايضا. اقعد راجع نفسك، ايش سوت معي في الحياة؟ والله انا تحملت، تحملت عصبية، تحملت شقايا، اتحملت شو اسمه ظروفي، اتحملت ما اطفالي، اتحمل، ما في شيء في الحياه دي انا ممكن ما اقدر عليه، هي قدرت عليه. احتويها، تحبها، تعلق فيها، صارحها بحبك لها. الله ما قال زيد انا خلقناكم من ذكر وانثى، انت الذكر وهي الانثى، ذكر وانثى. حتى الله يعزكم الحيوانات فيهم ألفة بين الأزواج، فيهم ألفة. إحنا العقلانيين اللي عندنا عقول، اللي الله ميزنا عن باقي الكائنات، ما نميز. صرخت علي في يوم، ما عليش، أهدى، لا ترد الانفعال بانفعال، خلي ردة فعلك طبيعية. وكل ما تصارخ عليك أو تعلي صوتك، طبعا ما أتكلم عن كل يوم، لا، في أوقات معينة عارفها أنت، آخذ فاصل إعلاني، وأول ما تعلي صوتها أفكر إيش سوت معايا في السنين الماضية. خليها تفرغ، خليها تفرغ شحنة الغضب اللي فيها، وهذا أهدى وروق، والأمور بخير. هتلاقيها بعد شوي وهي في نص كلامها طالع فيها وابتسم، ما شاء الله. والله أنا عبارة تكتم غضب قبيلتها كلها حقيقة، تكتم الغضب اللي كان فيها كله. والله أني أحبك يا أخي، والله أني كاسك. بتقول لك شوف أنا أكلمه فيش وهو يكلمني فيش، عارف، بس والله أحبك وأنت ما كذبت. وحتى لو كذبت يجوز هذه الكذبة بين الأزواج. احتويها يا رجل، يا رجل احتويها يا رجل، تبغى انت اللي يحتويك، وتبغاها تسوي لك وتفعل لك وترتب وتربي وتنظف، وهذا كله، وفوق هذا كله اخر الليل تبغاها على الفراش، لكن انت ما تبادر باي شيء. هذه انانيه، انانيه منك، كن كريم معها. هذا اللي حبيت اوصله للازواج، مع انه الكلام يطول لكن عدينا ساعه وشوي، وإن شاء الله يوم الخميس بيكون لنا لقاء آخر وبث مباشر آخر. أتمنى أن الأزواج ما يزعلون مني في هذا الكلام، الحق يقال، الحق أنا قلته واستشهدت بالقرآن والسنة. والله يعينكم علي يا الزوجات يوم الخميس، أنا عارف أن الزوجات ما حيحبون. الله يسعدكم جميعا. الوقت خلاص داهمنا، اللي عنده سؤال يكتبه وراح اشوفه في الفيسبوك وراح اجاوب عليه ان شاء الله. دمتم بخير، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك ربي واتوب اليك، كنتم رائعين، بارك الله فيكم، سامحوني اذا قصرت، فان اصبت فمن الله، وان اخطات فمن نفسي والشيطان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.